حين تكشفت أمامنا تلك الوقائع المؤلمة التي خلفتها ميليشيا الحوثي وصالح في مدينة النور، قادنا فضولنا إلى الغوص في تفاصيل المكان بشكل أعمق وأكبر، وهنا بدت لنا قصص أعظم جرماً من سابقتها. كعادتها استمرت ميليشيا الحوثي وصالح في تعريض قواعد البنى التحتية لمدينة تعز للتدمير والخراب، سواء عبر قذائف آلياتها العسكرية بصورة مباشرة أو من خلال جعلها عرضة للقصف الجوي من قبل طيران التحالف العربي. والشاهد هنا أن الضرر لم يقف عند حدود المبنى أو المنشآت المستهدفة، وإنما يتعدى لمسافات أبعد من محيطه الجغرافي، وهذا بدا لنا جليا في محيط المبنى الجديد لمستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية والذي قصف بصواريخ طيران التحالف العربي. عاش خلالها السكان المجاورون تفاصيل مشاهده المرعبة. كل الطائرة، ولا لما كانش الطائرة مش قربناش أي شيء، قاني طلعت والغبار الدين وأنا دور بعد أبي، أبي دوه هنا حارس مكانه، طلعت انا واخواتي 3 نقلين نتفرج على ابي وعلى ذب المدرسه، خفنا قلنا كنا ضربه هنا، ولا ضربه هنا نطلع لك الشارع هذا قدامك كله حصى وتراب يطير، واحنا نقري بعد جماعتنا والبوت حقنا نتفرج عليهم، قال خلاص ما ماتع ما عابوش ما عاش نعمال، سلمنا امرنا لله. الفقيعه كبيره، انا يعني قلت ان الساعه قامت، لان انا ما سمعتش ضرب طيران نسمع بعيد، وهذا وقت الحادثة ما عاشفش قدامي خلاص، قلت ايش الساعة قامة ما مع الصوت مع هذا ما اناش داري، كان خلاص يعني كنت انا مستقيم جلست الله يرادي من الصوت هذا من الهزة، بس اتقصقص يعني كل الدنيا حامي وصل لا السكن، الدنيا خوف يعني ما يقزعوش الناس، ما الزقاق الطيارة الزقاق اتعوروا الامراض، المستشفى اللي جنبنا سكن امراض القضام تعوروا، ما قمتني الا والغرفه ملانه كذا الزجاج، لا دريت انا ادعس، ما اقول لك ما دحين ادعس اديني خفل سافي وخاذلو كبن الزجاج هنا انا هنا من غير ما دريت، بقول لك اطلع على السقف من دم بعدي، ما هو ذا الدم صارخ من بيسي، ما هو ذا الدم قدرني كانوا منك وطرى مني، يفدي الزن نازل والذي بزوه منهن كذا هكب كب ما يقدروا شيء، ما هناك وربك سبحانه قدر ولطف. جلست في الصورة 3 شهور ورجعت حلين، كان شيني قطع انها مهنة، برضيش من بيتي قال لا، لما هنا كان شيني قطع انها، نحن نمشي بلا على شكة. عاد انا دخلت من هنا، كنت اقول السنة مجموعة سلو، انا دخلت واللي ضرب ضرب ما عاشوف الا الابواب تقفلوا، قال لي هنا اتعوروا منهم من الزقاق، واللي دخل المستشفى اصابوا منهم مع تكسير الزقاق، هذا كله دحين تغيير يعني قريب غيروا له كله تكسر هذا فوق وتحت، كل واحد يا الله ينقي نفسه باي زوق يهرب والله يقس بمحله، ما تسمع كان الا الرعيف من المحل هذا، ما نروح حساب معانا مع قزم سيروح هناك المحل هذا، شلت عمري والله ما اضرب الا بمدينة هربة. على بعد 10 أمتار فقط من موقع القصف يقع منزل داوود، أحد مرضى الجذام وأب ل9 أطفال، عايش الأحداث بتفاصيلها
وتجرع الألم بكل قساوته بعد أن انهار منزله وأصبح مشرداً يعاني مرارة العيش وقسوة الحياة. لأن كانت هنا النقطة جنبنا والرصاص وبعض منهم الذي دخلوا معهم قالوا قال جهال لا تخليه بشنا يعني وخر جهالك بشنا على سبب لا في ضرب هذا شيء فخرجناهم من ذلك وضرب الصاروخ واحنا موجودين هناك قال احنا ما بالله انا كنت هنا موجود كنت بالمدرسه جالس بالمدرسه انا وجوهالي تحت كانوا يطلعوا لهنا زياره ويرجعوا رجعنا دخلنا البيت وتغدينا يوم جمعه زيد تغدينا وصلحنا غدا وعلينا مننا عاد احنا جلسنا والرصاص رجعوا وهربنا ثاني ما عرضت تطلع جلست ببيت ابي تحت عند ابي ابي معاذ انت الغرف جلست عنده وجلست هكا الدنيا وصبرنا يمكن شهر مدري شهرين والصاروخ الاول قد ضرب الصاروخ الاول فكفك البيت كامل هكا شروخه شروخ ما نزلت زي ما الحين شروخه واحنا كنا معنا سامن داخل قال شلنا حقال البطانيات ولا ذا اللي حصلناهن عاد سالمين ما اقتبسوش شليناهن نزلناهن وصبرنا مدري كم ايام وزاد الصواريخ الباقي اللي جاوا نزلنا من مره قالوا له ببقى هون بالوادي حق الصاله وحق الغرف حق والطوائق والكل كلها نتخلوا عود دعفش ولا تحصل منهم حاجه ولا عافي شيء البيت كخرب زي ما نطلع نشوف مرابع مكسره كل شيء مكسر ولا في اي حاجه وهذيك اليوم افتقعنا كلنا وهربنا من البيت ما كنا جالسين بالبيت والصاروخ جاء ورجعنا هربنا هز البيت هزوز احنا افتقعنا قلبي طار من كثرة الفقعة ذيك اليوم واني كنت قاني كل مصفر من الفقعة كانوا يبكوا ويرتعشوا واني محلقة بهم 24 ساعة ما نعمل كم قا حصلوا الفقايع وكم بدت بهذه البيت اول ما دخلوا كنا احنا نروح وانا قوه بالرصاص واحنا نرجع نفتقع وهربنا كانت تضرب العرض المستشفى ذا لمل تدوي البيت كله كتهتز خرجنا بنا الرصاص والرصاص الدفو وقالوا ودناك الصواريخ المحمول والجن واحنا هربنا على بطوننا زح نزلنا من الوادي ذا مع قزعنا شينا قزعنا من الوادي ذا كان تحت التانكي ومنزل ماشي نعمال خايفين على الجهال من الفقاع وسرعنا نموت جنبهم كل احنا كنا داخلت البيت مع بعض اني مع عيالي منزع شلون نعيش كل حاجه كله مخرب لا زعق قليس ولا زعق ذاكر ولا زعق افعل حاجه بالبيت اشترجع بيتنا كان بيتنا مليح احسن بيت كنا ذاكر كنت وجلس ما انا كان معي عمر كان شركه ارضيه ثاني وصلح لي داخل حتى ضربال وجلس انا الراجل جالس عنده بان ثلاثه غرف واحد مريض تحت بشار السالف ماخذنا جمعي ضرر آخر لا يبعد كثيراً عن المبنى ولا يقل جرماً عن منزل داود لحق بأربعة منازل فتحولت إلى ركام عاش سكانها تفاصيل قصة رعب وخوف ودمار بمنظور آخر هذيك اليوم معانا حفلة معانا واحد ولد صغير نشتي نختنه وقتها معنا ثلاث بيوت عرفت معي بنت هنا هذه البنت اللي هنا ومعي بنت ثاني و قلنا تلملمنا قلنا قديبة تكون القيلة والغداء مع بعض سمعت شلينا عمرنا الساعة 11 ونص نسمع إلا رحتنا للبنت الثانية شقيبها هو عيالي ناس شوف الدخان طلع من هنا زلت أجري أنا الدير والمكان قد هو متحمر من وراء الجدار اللي احنا متركين عليه فلت للخلف والسقف فلت للوسط كما ترون واحنا باطراف البيت بس الجهل باطراف البيت ابي راق الداخل مع قومته ضربنا خشبه في خشبه اقتلبه ضربنا بالراس ما ادري شنو انا الدروا الجماعه بعض منهم قهربوا والجهله مع كل حاجه اشوف هنا اجي هنا اشوف هنا خلاص
ارتبشت انا ولا اشوف احد الا غير الحجار والدنيا مكبوسه. بقيت لك انا متقني. قال يا ابن قال يا قد قدهم هناك قدهم هناك معي ثنتين بنوات عادهم صغار، يمكن واحده عمرها 6 سنين واحده 3 سنين او سنتين. زلينا نجري نشوف هناك الجماعه كلهم بدرج هناك عندهم لهم درج، خرجوا لا ثياب ولا شيء ولا ما نشوف الا قدره الله نزلت علينا والحمد لله. لما خرجنا بالسلامه الله خرجنا معانا الملابس اللي فوقنا، بعدنا استقبلوا احنا تحت، طلعوا اصحاب الحاره يغيروا علينا، قلنا لهم الحمد لله سلامات وضع. خرجنا بالملابس حقنا الشخصيه كما ترون ولم يبقى معنا شيء، يعني يا الله واحنا خرجنا برواحنا، نزحنا لا برباشه ورجعنا بعدين رجعنا لهنا الان جالسين مشردين، يعني ايجار كل واحد معه بيت، كل احنا بي هذا كان منزلنا ملك. يعني امر البيت هذه قس على كل سنه اعمل على غرفه بالسنه غرفه، عرفت بالسنه غرفه، ويسلف من هنا ويجي لهنا ويعمل هنا وبالسنه غرفه، عرفت. غلق يمكن بعد 7 سنين مدري بثمان سنين وربك ما اراد لهش، خرج عريان، عرفت. البنت دحين تمشي مثل المجنون البنت. بهذا المنظور بدت لنا الحكاية، لكن المأساة لم تنتهي بعد. فما بعد تهدم الديار إلا التشرد والشتات في ظل تبعات اقتصادية ومعيشية خلفتها ميليشيا الانقلاب على حياة أغلب السكان في كل مكان مرت من خلاله، حتى غدا الأمر هنا معقدا أمام الكثيرين. حتى اليوم كنا جالسين بيوتنا بأمان الله، لا نحتاج شيء ولا ندور شيء ولا ندخل عند ناس. أجا الصاروخ هذا كسر لنا بيوتنا، يا الله وإحنا نفذنا بقولنا خرجنا، شلت عيالي وهربت لي، هذا اللي حصل لنا. لحين بيوتنا شوفوا كيف هي، يا الله وإحنا ندور بعد القليل الطحين القوان يأكلون ويجر حق بيت زد له فوق، كيف نعمل إحنا؟ طيب ما معانا حل، نحمد الله ونشكره. شغل ما فيش، فرص عمل ما فيش، كل شيء ممسوحة عندنا، بر غالي، كيف تتوقع عشان نعيش بالله عليك؟ كيف ده الذي يحصل حق بقونية بر بالأسبوع ولا بالأسبوعين، شوية سكر شوية شاي، من اللي شعمر؟ هذا كل اللي عمر اللي معه، أنا من اللي شعمر؟ الحمد لله ما شو الوقت، ولا ما هو قوعوا وعطشوا كله بينهم، أنا وعيالي، بدأت الذي معه ذي اليوم كثير. أنا معي 9 معيش قليل، الحالة ما تسمحش. يا الله ذي الأيام أكل شرب دراسة وكل، يعني ما شاء الله من إحنا 15 نفر داخل البيت مش كثير، كلهم مدارس جامعات وهذا ما نقدرش نستطيع أي حاجة، يعني توانك فروشات كله بيت أثاث بيت كامل انتهى تماما. الآن أنا رايح أدور حق الغداء والعشاء للجوع، والله اللي خلقنا وخلونا صايم لن تموا من بالله. هذا المطعم عندنا قليل رز، هذا عندنا قليل لهم، وروح أديهم أعمر لهم قليل لي أنا قليل، والله وأنا صايم إنه هذا الخبر حق، لا في بول ولا فن ولا دور لي حوالي 4 سنين من أول الحرب. كنت أول هنا صفي لي سيارات معها يا سعيد بالمستودعات هذه، نقلوا لهم الحبان، ما تسرح الحوب أنا ما معك سر دحين، والله لا شغل ولا مشغلة، هذا المعروف عندنا 100 وهذا 50 وهذا 30 وهذا كذا، ومشيناها يوم والباقي على ربي. بالبناء هذا شغل عمل كان الحمد لله، تشتغل بكر بدري تخرج الساعة 6 وواحدة العشية تشتغل شقاع عقاق، الآن وضع الوضع سيء الآن.
تصعيد آخر ذهبت إليه الميليشيا الإنقلابية بعد هذا التهديد، ذهبت من خلاله إلى إيجاد بدائل علها توفر لها الأمن والبقاء. فكانت وجهتها هذه المرة صوب مستشفى الأمراض النفسية والعصبية الواقع في نفس مربع المكان، وهناك تجلى فصل آخر من الحكاية. دخلت الميليشيات إلى المنطقة وتمركزوا في المستشفى، وكانوا يضعون بعض كثير من الأسلحة داخل المستشفى. أنا طبعاً كان يوجد يعني طبعاً الطاقم الكادر كان مش غير متواجد ومعذورين طبعاً. كنت يعني أنا جالس باقي للضرورة أنا وثلاثة ممرضين. طبعاً كان التعامل مع الميليشيات تعامل صعب جداً، لأنهم ميليشيات لا يستطيعون أن يعني يتفاهموا مع الواقع الذي أمامهم. الواقع الذي أمامهم مستشفى، لا يعرفون إيش معنى مستشفى أمراض نفسية، لذلك كدسوا السلاح داخل المستشفى. الميليشيات حاولت منعي من الدخول طبعاً، لأنه معظم الطاقم الموجود غير متواجد طاقم المستشفى. أنا بحكم أني مسؤول نائب مدير المستشفى كان يجب التواجدي من أجل توفير الغذاء للمرضى. في النهاية لما وجدوا أنهم أمام مرضى نفسيين ما كان أمامهم إلا أنهم يتكفلوا بغذائهم، فصبروا ثلاثة أيام ثم تواصلوا معي قالوا لي يا أخي رجاء تعال واستمر في إمداد المرضى بالحاجات والأغذية اللازمة لهم وسنوفر يعني لن نتعرض لك بسوء. فالمهم عدنا، كان الطيران يضرب بشكل مستمر لأنهم كانوا متواجدين بجانب بوابة المستشفى بالقرب من مبنى الجذام الحديث الآن. ذات مرة ضرب الطيران ونحن في الإدارة، طبعا صواريخ فظيعة يعني ما يتخيلش عقلك، كلكم تعرفوا يعني تلك الصواريخ في تلك الفترة، يعني حدث الطيقان، الأبواب، الدواليب، الأشياء كلها تكاثرت يعني تكسرت. فالحمد لله سلمنا، كنا موجودين بجانب في المستشفى بجانب الضربة التي وقعت. المستشفى الآن يعاني من خراب كبير، يحتاج إلى إعادة تأهيل، يحتاج إلى صيانة للنوافذ، يحتاج إلى طبعا كثير من الأبواب يعني اختفت بعد ما ضرب الطيران، الأبواب تفككت. في هذا المربع جرت مفارقات وأحداث بدت فيها تصرفات تلك الميليشيا تفوق حد الجنون. كان الحوثيين يريدون أن يستخدموهم كمترس لهم، حتى تخاطبوا معي بهذا الشأن. لما كان الأهالي يتواصلوا معي يقولوا لنا نشتي أولادنا الحرب جنبكم كذا، قلت لهم خلاص تعالوا استلموهم. فمسكوهم مرة في النقطة يقولوا لهم من رايحين؟ قالوا إحنا رايحين. قلت لهم هذول رايحين عند أهلهم لأنه الحرب يعني شديدة. فقالوا ها أنتم تشتوا تخرجوهم من أجل الطيران يضرب علينا على طول مباشرة، ولا واحد منهم قال لي أنت عملت لنا شريحة هنا الآن تخرج المرضى علشان تعمل لنا شريحة، يلا اطلع معنا. المهم طلعوا معهم، بعدين رجعوا تركونا بسبب المرضى، يعني كانوا المرضى هم سبب في نجاتي من كثير من المواقف الشديدة اللي كنت أتعرض لها. الحرب أفرزت مجموعة جابوها لنا من السجون، كانوا يشتبهوا بهم بسبب حالتهم النفسية أنهم تبع فلان، تبع جماعة فلان، تبع كذا، فدخلوا تعرضوا لبعض المعاملات السيئة. في النهاية تواصلوا معنا أنه هؤلاء مشتبه بهم أنهم مرضى نفسيين. تختلف الأماكن وتتعدد الحكاية، لكنها تفضي بمجملها بأن حرب تلك الميليشيا لم تكن حربا عابرة، بل كانت حربا منظمة رسمت أهدافها بدقة وتم تنفيذها بكل عناية وإحكام.